السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذي الأعزاء. المستوى الأول ابتدائي وكذلك باقي المستويات، أقترح لكم هذا الفيديو تصحيح بعض الأنشطة الخاصة باللغة الإنجليزية كنوع من الدعم والتثبيت لفائدة جميع التلاميذ المستويات الصغرى، خصوصا المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي. أقترح لكم هذا الفيديو، هيا بنا نتعرف على الأنشطة لكي نطلع عليكم. إذن اليوم سوف نقوم بتصحيح هذا النشاط الخاص بكم أيها التلاميذ الأعزاء. المعنى ديال walk, jump, stand up, run, sit down and turn around. إذن سوف نتعرف على المعاني ديال walk, jump, stand up, run, sit down and turn around، وكذلك التعرف على الأشخاص المتميزين في هذه الفقرة: بيلا، ماكس، and فرانكي. وكذلك هذا النشاط meeting friends, listen and circle. right، سوف أقدم لكم تصحيح لهذا النشاط الخاص بكم أيها التلاميذ الأعزاء. فهم هذا التمرين listen and circle. right، ready for school، listen and march and write. وكذلك سوف اقترح عليكم صحيح لهذا النشاط الخاص بكم ايها التلاميذ الاعزاء، والنطق الجيد والكتابة الجيدة للكلمات التالية. كلمات متعلقة بسيوق بالادوات المدرسية school team. أقترح لكم أيها التلاميذ الأعزاء كذلك هذه الفقرة What is it and complete، ويجب عليكم التمكن من كتابة الكلمات باللغة الإنجليزية بشكل جيد. تعلق الأمر حول الأدوات المدرسية. وأقترح عليكم كذلك هذا النشاط Ready for school، listen and march and write. نعتمد بالخصوص على هذه الأنشطة لكي تتمكنوا من كتابة الكلمات والتعرف على الأشياء باللغة الإنجليزية وكتابته بشكل جيد. مثلا باك باك، لاحظوا الكتابة الجيدة لكلمة باك باك، تعني المحفظة. listen and circle and write. إذا اقترح عليكم كذلك هذا النشاط المتميز للغاية، مفاده الاستماع الجيد والإجابة بالكتابة الصحيحة كلمات باللغة الإنجليزية listen and circle and write. إذن كيف ما لاحظتوا، لدينا عدة أنشطة مقترحة من أجل دعم ومساندة اللغة الإنجليزية لدى جميع التلاميذ المستويات الصغرى، خصوصا المستوى الأول الابتدائي وكذلك المستوى الثاني الابتدائي. أقترح عليكم هذا النشاط listen and check write. إذن يجب عليكم كتابة الجيدة أيها التلاميذ الأعزاء لهذه الأغراض المدرسية. انتبهوا، جيد جيد، مفيد جدا، إنه سوبر ماجيك بوك، الكتاب المتميز الخاص بالمستويات الابتدائي لتعلم اللغة الإنجليزية.